بالنسبة للجمعية القديمة طبعا جمعية متهالكة، والقرية جميعها كان يعني ناقصها حياة كريمة فعلا. وبالنسبة لحياة كريمة نقلت القرية من الصفر للمية، يعني 100%. بالنسبة لحياة كريمة الصرف الصحي، المية المتهالكة، الكهرباء، الأسلاك المتهالكة برضو. وبالنسبة للجمعية الزراعية من سنة 55 مبنى الجمعية الزراعية، دلوقتي حتبقى حياة كريمة، جمعية ممتازة زي ما شايفين في المبنى. حياة كريمة إن شاء الله، ما شاء الله، يعني بنت عندنا مدرسة ثانوي، وحاليا بيبنوا في المجلس القروي مبنى فخم ما شاء الله، وبيبنوا عندنا إسعاف، وبيبنوا عندنا الجمعية الزراعية اللي تخص الفلاح، وإن شاء الله حيكون يعني على مستوى جيد وعالي، بتوفر كل حاجة للمزارع إن شاء الله الجمعية. وإن شاء الله المبنى الجديد برضو حيكون يعني يليق بحياة كريمة للمزارعين إنها تاجي فيه يعني وتقضي مصالحها فيه، وربنا يوفق إن شاء الله، ولما فيه خير مصر إن شاء الله.